أهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني من هذه الندوة الخاصة عن الذكرى المئوية لثورة 20 في العراق. ضيوف الجزء الثاني من هذه الندوة سيستمر معنا الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، وسيلتحق بنا الدكتور لقاء مكي الأكاديمي والباحث السياسي عبر الهاتف من العاصمة القطرية الدوحة، وأيضا الدكتور عبد السلام الطائي أستاذ التاريخ وسيكون معنا عبر سكايب من العاصمة السويدية ستوكهولم. مرحبا بالضيفين الكريمين. أهلا وسهلا. هلا دكتور. الدكتور رافع الفلاحي، أيضا نبدأ وياك بالجزء الثاني من هذه الندوة. كانت بلا شك هناك تحديات وصعوبات اعترضت مسار ثورة 20، حالت دون أن تبلغ هذه الثورة كامل أهدافها الوطنية أو تنجز مهامها الوطنية بالكامل. أبرز هذه التحديات اللي اعترضت هذه الثورة الشعبية الكبرى. بسم الله الرحمن الرحيم. ربما أستاذ ماجد واحدة من القضايا المهمة والمثيرة في تاريخ العراق كله أنه ثوراته، حركات مقاومته يتيمة، لا أعرف السبب، ربما يعني نتركها لباحثين، يعني تبقى حركات الوطنية مقاومة عبر التاريخ يتيمة، بمعنى أنه لا أطراف خارجية تساندها، تقوم ثوراتها وتقوم مقاومتها اعتمادا على قدراتها الذاتية فقط. كثير من الثورات بالعالم حصلت، كثير من الانتفاضات، كثير من المقاومات ساندتها دول، ساندتها منظمات، ساندتها، لكن في العراق يعني وادرس تاريخ العراق ستجد أنه كل هذه النقاط المضيئة في تاريخ العراق حصلت بإرادة الشعب العراقي وبقوات ذاتية واعتمادا على إمكانياته الذاتية. نعم. وثورة 20 واحدة منها. يعني وإذا ما جئنا إلى المقاومة العراقية الباسلة، المقاومة الكبيرة العظيمة بعد احتلال العراق 2003، سنجد أيضا لوحدها كانت تقاتل بدون إسناد لا عربي ولا دولي ولا من أي طرف، قاتلت لوحدها. وهكذا ثورة 20 نشأت بفكر عراقي وقامت على الإمكانيات العراقية. وفي ذلك الوقت، وهذه جزء مما نتحدث به عن المعوقات وما كان يعترض هذه الثورة، في ذلك الوقت لم تكن الإمكانيات العراقية إمكانيات كبيرة، أنا أقصد إمكانيات الشعب العراقي، إمكانيات العشائر العراقية، إمكانيات كل القوى العراقية، إمكانيات على المستوى المادي، على المستوى النقل، على مستوى التسليح، على مستوى السوق، كل هذه كانت قليلة جدا. على مستوى الاستطلاع كانت معدومة ربما. يعني أنت تواجه جيشا مسلحا منظما هو أقوى جيوش العالم في ذلك الوقت، وتسنده دولة تسيطر على 3/4 العالم ولديها معسكرات ويقام مثل ما كان يقال يعني مستعمرات التي لا تغيب عنها الشمس. نعم. بريطانيا. فأنت تواجه هذا الجيش بكل عتيده واعتاده وإمكانياته وخططه وتدريباته، وأنت تقاتله بعشائر غير مدربة سوى نخوتهم، لا يحملون إلا النخوة العراقية، النخوة الوطنية، النخوة العربية. هكذا قاتلوا بأسلحة قديمة، ربما استخدموا بنادق قديمة، استخدموا سيوف وأدوات قديمة جدا. هذه كلها كانت إحدى المعوقات الكبيرة من أن تبلغ ثورة 20 مداها، من تحقق، ورغم أنها حققت نتائج كبيرة وكلفت بريطانيا خسائر كبيرة. يعني عندما نصل إلى الجرد سنجد أنه بريطانيا تكلفت 500 قتيل، أكثر من 1000 جريح، 40 مليون باون في ذلك الوقت. في ذلك الوقت ما يعادل يعني ربما أكثر مما يعني كلفتهم الثورة العربية الكبرى في عامين، أكثر مما مخصص ميزانية كل الاحتلال العراقي البريطاني للعراق. هذه كلها جزء من هذه الثورة الشعبية، الثورة العراقية الشعبية بأسلحتها القديمة، بقدراتها القديمة، قدراتها التسليحية، خططها التسليحية، هذه كلها. تواجه أنت بوضع اقتصادي صعب، أنت لا تستطيع أن توفر المؤن للمقاتلين وتوفر استطلاع طائرات حديثة تقاتل في الجو لأول مرة، يقاتل العراقي ويرى طائرات تقاتل، لكن استطاعوا أن يسقطوا 11 طائرة في ذلك الوقت. هذا كله جزء من 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 العوامل التي والتحديات والصعوبات. التحديات والصعوبات، مساحة العراق الواسعة، جيش واسع، الاعتماد البريطانيين على قوات جديدة جاءوا بها من الهند ومن مناطق أخرى، قوات ترفد قواتهم أيضا،
هذا كل القسوة اللي استخدموها بالضرب والقنابل، حتى الفسفور الأبيض، نعم استخدموا كل هذه الأسلحة ضد العراقيين. هذه كلها كانت من المعوقات، من المصاعب التي واجهت ثورة العشرين الحقيقة. لكن على المستوى الشعبي، المستوى الوطني، مستوى التلاحم كان مستوى عالي جدا، رغم بي يعني هذا لا ينفي ان هناك هنات، هناك اجزاء معينه تعاونت مع المستعمر، مثل ما في عام 2003 وغيرها كانت هناك قوى لا تنتمي للعراق، يعني لا يمكن ان نقول انها تنتمي للعراق، ايضا تعاونت مع المستعمر ايضا وكانت تشكل مخلب من مخالبه. لكن عموما الشعب العراقي كان متوحد، وهذا اعطى قوته، اعطى قدرته. ثانيا طول مده الثوره 6 أشهر طويله جدا على شعب أن يدفع هذه الإمكانات، وهو بإمكانات قليلة يقدم شهداء، يقدم خسائر كبيرة، الزراعة توقفت، قدراتهم توقفت، حصار بريطانيا مسيطرة على كل الدول المجاورة، قطعت عنهم كل شيء. هذا كل جزء من هذه المعوقات التي واجهتها ثورة العشرين. نعم دكتور لقاء مكي، أولا مساء الخير. مساء النور يا هلا دكتور. يبدو واحدة من أهم المزايا لثورة العشرين أنها لم تسقط في شرك الطائفية والمناطقية، وثوارها تساموا عن قضية الطائفية، وكان يعني كان نهج الثورة واضح أنه نهج وطني، برغم الجهل وانعدام المعرفة، الجانب المعرفي سواء تعليمي أو معرفي في مجتمع ربما 80% أمي أو شبه أمي، يعني كانت حالة متقدمة من الوطنية الحقيقة، أفضل مما كان عليه المجتمع بعد عام 2003 بعد الغزو الأمريكي. لماذا كانت الحالة الوطنية في ثورة العشرين متقدمة أنموذج؟ نعم شكرا جزيلا. هو بالحقيقة لا أقول، يعني لن نقول أنها وقعت في شرك الطائفية، هذا صحيح بالتأكيد، لكن الأهم أنها أسست ثورة العشرين، أسست للهوية الوطنية العراقية، بمعنى أن العراق قبل هذا التاريخ، قبل طبعا الاحتلال البريطاني في زمن الدولة العثمانية، ليس هو العراق ما بعدها، ما بعد الثورة. هذه الثورة أسست لوحدة وطنية، لهوية وطنية، لم يعد هناك ولاية بصرة وموصل وبغداد، الكل توحدوا، ولذلك معالم الجغرافيا العراقية ظهرت في ثورة العشرين. والموصل التي كانت يعني قانونيا تابعة لتركيا، وإن كانت بريطانيا سيطرت عليها في عام 18، لكن الموصل في هذه الثورة شاركت، وكان هذه المشاركة يعني نوع من الاندماج بالواقع العراقي والدولة العراقية الجديدة. والشيء الثاني، حضرتك سألت كيف يمكن تخطي أو كيف للثورة أن تخطت الشرك الطائفي والعرقي في ظل الأمية المنتشرة آنذاك، وهذا صحيح تماما. أنا أعتقد أن الأمية كانت أفيد في التخلص من الشرك الطائفية مما يمكن تسميته بالطبقة المثقفة والمتعلمة. في الواقع النخب للأسف الشديد بعد 2003 هي التي افتتحت السجل الطائفي، وخلال فترات التمزيق الطائفي لا سيما الحرب الطائفية 2006-2007 كان المواطن العراقي البسيط، سائق التاكسي، بايع الشاي، العامل البسيط، يأنف من الطائفية، في حين كان النخب تروج لها وتعمل عليها. وهذه النخبة بالمناسبة دكتور، إذا أسمح لي دكتور، تقصد يعني بعد 2003 مباشرة دكتور؟ النخب تقصد علمية فكرية كانت تروج الطائفية، أم بين قوسين هاي النخب الدينية بكاملها العلمية والثقافية والفكرية بكاملها. طبعا أنا ما أتكلم عن الجميع، دوما نحن نتكلم عن النخب بصفتها العامة، ليس هناك يعني تعميم بالتأكيد، لكن للأسف الشديد معظم من روج الطائفية كانت النخب عموما. نعم. نعود إلى ثورة العشرين، وهذا هو الدرس الأهم. نعم. ثورة العشرين ليست مسبوقة في تاريخ العراق، ولم يحفل بعدها ما يماثلها أبدا، لا قبلها ولا بعدها، وكانت في الواقع نموذج متميز
لم يخطط له على نطاق على هذا النطاق ابدا. كان هناك دعوات وكان هناك عمل وطني طبعا نعرف، لكن بهذه العفويه وبهذا الانتشار والسعه فاجئ حتى الذين كانوا يحلمون بها. الطائفيه اذا جاز التعبير هي اختراع، يعني هي موجوده، لا يمكن القول ان الطوائف في العراق غير موجوده، موجوده من ألف سنه، لكن الطائفيه تخترع، هي الحقيقه كانت تستدعى من قبل اطراف خارجيه على الاغلب، تستدعى من اطراف خارجيه او اطراف داخليه ذات مصالح للركوب على الموجات، وهذا لم يحدث في ثوره العشرين لان العفويه غلبت على المخططات الانتهازيه والمصلحيه، لم تكن هناك احزاب او طبقات سياسيه ذات نوازع انتهازيه مصلحيه كما حصل فيما بعد ويحصل اليوم. طمعت بالطائفيه او استدعت الطائفيه من اجل تمشيه مصالحها. ولذلك كان الامر مرهون بزعماء قبائل عربيه عراقيه من الشيعه والسنه في الجنوب والوسط والشمال، وحتى في سليمانيه مثل ما نعرف في اربيل. وكانت هذه القبائل تتعامل مع الامر من منطلق اولا ديني، ان هذا عدو محتل كافر، ومن منطلق وطني يتعلق بالكرامه الوطنيه للدوله العربيه العراقيه، ومن منطلق يعني عرفي باعتبار ان هناك اهانات كانت توجه من قبل المحتل للمواطن العراقي ولا سيما الشيوخ، وهذا اللي حصل مع الشيخ شعلان ابو الجون والشيخ ضاري المحمود، وكلاهما فجرا الثوره وقاما ب يعني بالشيخ ضاري المحمود قتل لجما كما نعرف، وايضا الشيخ شعلان ابو الجون منه في الرميثة افتتحت بدايه الثوره. نعم. هذا الابتعاد عن النخب السياسيه الطبقه السياسيه التي لم تكن بهذا الوجود الحالي، كانت موجوده ببساطه شديده وفي بداياتها الاولى بواكيرها الاولى، هو الذي جعل من الثوره يعني تخرج من اي اطار او من اي توظيف طائفي. بالعكس هي تخطت هذه المرحله، ونحن نعرف تماما ان القبائل العراقيه ونكررها وهذا واقع حال، القبائل العراقيه نفس القبائل المقسمه ما بين الطوائف حسب مناطق وجودها. هناك قبائل عربيه سكنت في الجنوب وتشيعت، وقبائل عربيه سكنت في الشمال وتسننت وهكذا، ولكن في النهايه هي قبائل يجمعها المصاهره والامومه والخؤوله، وبالتالي ظلت محافظه على الروابط الاجتماعيه وعلى القيم والتقاليد المشتركه وما زالت حتى هذا اليوم. وهذا هو العنصر الذي يشد العراق ويقويه بالمناسبه. نعم. لا دوله ولا سلط ولا ابد، يعني القيم الاجتماعيه، الوحده الاجتماعيه للوطنيه العراقيه اللي تكرست بثوره العشرين هي اللي حافظت على وحده العراق طوال هذه الفتره، لان من يسكن في صلاح الدين مثلا او في ديالى او في الانبار ولديه اولاد عمومه في البصره والناصريه يجد من الصعوبه بمكان ان ينفصل عنهما في دولتين او ثلاث دول او اربعه وهكذا. لذلك نحن نتحدث هنا عن وطنيه عراقيه ظهرت في تلك الثوره. نعم. تجاوزت المرحلة العرقية أو الانقسام العرقي والطائفي، لأن النخب لم تسيطر عليها، من قاد الثورة هي نخب دينية نظيفة. نعم. ونخب قبلية نظيفة حقيقية، لا أقول فقط نظيفة لكن حقيقية أيضا، ونخب وطنية مدنية من داخل المدن. نعم. كانت هي طليعة حقيقيه ولا سيما مجال الصحافه. على ذكر دكتور اشكرك، على ذكر المدن والسكان المدن وسكان الريف، دكتور عبد السلام الطائي، اولا مساء الخير دكتور. مساء النور دكتور. عند الحديث عن ثوره العشرين يتم التركيز على الشرائح الاجتماعيه في الريف والعشائر، خاصه في الشق المسلح في ثوره العشرين. فقط هذه الشرائح شاركت في العمل المسلح في ثورة العشرين وتخلف أهل المدن، أو أن دورهم كان مقتصر على العمل السياسي، على العمل التعبوي التحشيدي الخطابي تحميس الناس؟ نعم، ابتداء تحياتي للجميع.
أهلا دكتور. طالما نحن نعيش اليوم الذكرى المئوية لثورة العشرين، تدعونا للتذكير بأن الله سبحانه وتعالى يبعث على رأس كل 100 عام من يصلح لهذه الأمة أمرها. نتفق أن الثورة انطلقت من الريف ومن البادية، لأن هذه المناطق الحقيقة تمتاز باتحاد الدم والنسب، وكأنها تطبيق للحديث الشريف: إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد. أيضا تمتاز المناطق الريفية بالعصبية القبلية والروابط والعلاقات الاجتماعية المتماسكة أكثر من المدن، وبموجب هذه العصبية القبلية يعتبر كل إنسان غريب، وخاصة المحتل يعتبر جسم غريب، وهذا الجسم الغريب يرفضه الجسم، يرفضه المجتمع الريفي، مجتمع البادية. الدكتور علي الوردي بخصوص الريف يؤكد أن البادية والمناطق الريفية تخلو من مراكز الشرطة وتخلو من الفنادق، لأن العصبية القبلية هي عبارة عن جهاز أمن، والقيم الاجتماعية العشائرية والريفية قيم الكرم واحترام الضيف، لا يحتاجون إلى الفنادق. أهم عنصر من عناصر قوة ثورة العشرين الحقيقة أنها احتملت على محركات أساسية وجوهرية في تصوير الشارع العراقي، منها محرك الشيوخ والأغلقات، محرك الأشراف والسادة، والمثقفون الوطنيون. الدكتور وميض جمال عمر نظمي رحمه الله، أستاذ العلوم السياسية، في أطروحته التي أنجزها ببريطانيا حول ثورة العشرين، توصل وبالأدلة قائلا: كلما تقارب التيار الإسلامي مع التيار القومي وتخندقا بخندق واحد انهارت مشاريع المحتل. لذلك إيران وأمريكا منذ أن احتل العراق يسعيان بكل ما يمتلكان من جهد على عدم تحقيق هذا اللقاء والتقارب بين التيارين، بل قامت إيران باغتيال شيوخ العشائر، باغتيال أئمة المساجد، باغتيال أساتذة الجامعات والشخصيات الوطنية. بس إذا سمحت لي أن أعقب على سؤالك حول الطائفية بثورة العشرين أستاذ ماجد. اتفضل. الطائفية لم تكن بثورة العشرين لأن لم يكن هناك الخميني موجود، وأن الأحزاب الطائفية أصلا هي أسست بعد ثورة العشرين، ودخلت مرحلة شم النسيم المنعش أثناء وصول الخميني إلى السلطة وبداية المرحلة الدموية الطائفية. وشكرا. أشكرك دكتور. دكتور رافع الفلاحي، هناك أيضا تهم كثيرة لثورة العشرين، لكن أبرزها أن هذه ثورة العشرين لم تكن ثورة عراقية وطنية خالصة ضد الاحتلال البريطاني وممارساته، وإنما هذه الثورة جاءت أيضا لحسابات خارجية مرتبطة بأجندات خارجية على خلفية روابط طائفية وما إلى ذلك. هذه التهمة في ميزان النقد إلى أي حد مقبولة؟ ربما جهلاء، نعم، من يتحدثون هكذا. الحقيقة أنا آسف، يعني لا أقصد سؤال حضرتك، لكن جهلاء من يعتبرون نفسهم مؤرخين من يتحدث هكذا. ثورة العشرين، وأنا قلتها قبل قليل، يعني من سبحان الله، يعني هذا ما يواجهه العراق. العراق في كل نقاط المضيئة كان يعتمد على شعبه فقط، كان يعتمد على قدراته الذاتية في مقاومته في ثوراته، وثورة العشرين مثال واضح من هذه القضية. من هي القوى التي تساند ثورة العراقيين في العشرين؟ لم تكن هناك أي قوى لا عربية ولا إقليمية قد وقفت مع العراقيين بتاتا، ولا توجد أي وثيقة ولا يوجد أي كلام، حتى بمجرد الكلام والإشارة إلى الثورة لم تكن موجودة الحقيقة. حتى في دراسات الصحف أنت تجد نقل أخبار، ربما تجد في صحف عربية موجود نقل الأخبار للثورة، لأن استمر 6 أشهر، وتجد أخبار عندما تتابع، يعني أنت باحث في الصحافة ستجد في صحف عربية منشورة أخبار عن ثورة العشرين، لكن لا توجد قوى سياسية ولا قوى عسكرية ولا قوى مدنية ولا قوى دينية دعمت ثورة العراقيين، قامت بفكر عراقي.
برؤية عراقية، بإطار عراقي، بقوى عراقية، ودفعت دماء عراقية، ولإطار وأهداف عراقية فقط. هذه هي الحقيقة، وهذا ما لذلك أنا قلت في الساعة الأولى، قلت هناك ثورات كثيرة في العالم تحدث في دول كثيرة من العالم، لكن قلة من هذه الثورات التي تبقى مصاحبة لتاريخ الشعوب وتذكر دائما، ومنها ثورة العشرين تذكر لأنها ثورة عراقية خالصة، أهدافها غيرت وجه التاريخ في هذا البلد بطريقة أخرى قلبتها. ومثل ما تحدث الدكتور لقاء، من بعد ثورة العشرين ليس مثل قبل ثورة العشرين، وهذا كله بالإرادة العراقية. لا يوجد ولا يدعي أحد أن هناك قوى مهما كانت قد ساندت العراقيين أو فكرت لهم أو دعمتهم في هذا الاتجاه أبداً، ومن يتحدث في هذا الموضوع مجرد جاهل، مجرد محاولة للتشويه تاريخ العراق. هذه هي الحقيقة الأكيدة. أيضاً تهمة أخرى أن هذه الانتفاضة ثورة العشرين لم تكن انتفاضة شعبية قام بها كل العراقيين، يعني فقط كان مجموعة من العشائر وما إلى ذلك. هل كان هناك دور للنخبة، سواء كانت نخبة ثقافية، نخبة إعلامية، صحفية، علمية، علمائية، ساند الثورة، كان لها دور في هذا دكتور؟ بالتأكيد، يعني عندما تحدث هل هناك شخصيات أسماء معينة؟ نعم، يعني عندما تحدث عن محمد مهدي البصير الشاعر الكبير، تحدث عن عيسى العظمي، عيسى عبد القادر العظمي، عندما تحدث عن كتاب مثل فهمي المدرس، عبد اللطيف حبيب، حسين جميل، عبد الغفور البدري، عبد الهادي العظمي، إبراهيم حلم العمر، هؤلاء كلهم كانوا يكتبوا، كل من النخب المثقفة التي كانت توعي العراقيين بضرورة الثورة، بضرورة بناء مستقبلهم بيدهم، بناء حاضرهم ومستقبلهم، رفض هذا الاحتلال. هذه كلها قوى وطنية يعني تفاعلت مع نفسها واستطاعت أن تكون رأي عام عراقي مشجع لهذه الثورة، يتقبل هذه الثورة. أنت لا تستطيع أن تقوم بثورة في وسط، في بيئة رافضة للثورة. البيئة العراقية كاملة كانت مرحبة بالثورة، من الشمال إلى الجنوب كانت مرحبة بالثورة وتهلل للثورة، لأن الثورة يعني تنظر إلى غد مشرق. نعم، هناك جهات معينة عراقية لها فكر آخر، انتهازية، ساعدت المحتل، نعم، مثل ما ساعدته في 2003، موجودة هذه في كل بلد، هذه لا تقتصر على العراق، موجودة في كل بلدان الدنيا، تظهر مجاميع معينة انتهازية وعميلة ولا تنتمي للأرض ولا تنتمي للوطن، ليس لديها قيم، تبيع نفسها لهذا وذاك من المحتلين، وتبيع نفسها لكل من يتاجر وكل سمسار. هذه موجودة حقيقة، لكن هذا لا يعني أن الغالبية العظمى من الشعب العراقي كانوا يشكلون رأياً عاماً مؤيداً للثورة، حاضنة لهذه الثورة، مؤيدة لها، داعمة لها، ولا ما كانت الثورة تستمر 6 أشهر لو كانت لوحدها، لو كانت يعني بدون تأييد شعبي، بدون حاضنة شعبية في الفرات الأوسط وفي الجنوب وفي الوسط وفي الشمال، وتستطيع أن تستمر 6 أشهر في مواجهة أعتى جيوش في العالم. بريطانيا لم تكن سهلة، يعني نتحدث احنا عام 1920، العراق ليس الشعب العراقي ليس لديه أي إمكانيات، ويستطيع أن يقاوم هذه القوى العظمى لمدة 6 أشهر ويزعجها ويكلفها كل هذه الخسائر ويغير فكرها. عندما عقد يعني مؤتمر القاهرة كان هذه الفكرة، بريطانيا وصلت للحد اللي في مجلس اللوردات في بريطانيا كانوا يطالبون بالخروج من العراق، كانوا يطالبون القيادة البريطانية يخرجوا من العراق بعد هذه الخسائر، لا يستطيعون تحمل هذه الخسائر. وبالتالي سياسة بريطانيا اتجاه العراق تغيرت بعد أن كانوا يريدون أن يحكموا بشكل مباشر، يريدون أن لا يعطوا استقلاله، لا يعطوا حريته، وتغيرت هذه السياسة. هذا كله وليد قوى وطنية ودينية، يعني نتحدث عن خطباء بالجوامع، تحدثنا عن كثيرين من الحيدر خانة، من الإمام الأعظم، هذه المنابر كلها صدحت بأصوات لعلماء دين ولمثقفين. مقاهي بغداد كانت تصدح بالمثقفين بأشعار، بكتابات، بشعارات، هذه كلها لذلك شكلت الحيدر خانة مثلاً نقطة انطلاق حتى المواليد النبوية اللي كانت تقام واللي منعتها القوات البريطانية، كانت جزء من عملية لإيجاد أرضية للدعوة للثورة، فلذلك كانوا يوقفونها ويحاولون اعتقال أي من يعني مقيمي هذه المناسبات. هذه كلها جزء من قوى وطنية وشعبية ومثقفة ساعدت على الثورة ووفرت لها الإطار
اللي يمكن أن يخدمها وطنيا. نعم دكتور لقاء مكي، طالما تم التركيز إعلاميا وتاريخيا على الشق العسكري في ثورة العشرين وأغفلت الأبعاد السياسية والفكرية لهذه الثورة، هل تعتقد أنه كان هناك إغفال للبعد السياسي والعسكري، العفو السياسي والفكري، أم أن الفعل العسكري وزخمة وعنفوانة هو الذي غطى وأزاح هذه الأبعاد وأخذ الحيز الأكبر؟ هي بالحقيقة ثورة العشرين أخذت حقها من الدراسة والبحث خلال 100 سنة الماضية، يعني كتب عنها الكثير من البحوث والدراسات التفصيلية، والصحف في حينها كتبت عنها وما زال بعضها محفوظ، ولا أدري إن يعني إن أتلف بعد الاحتلال أو بقي، ولكن هناك صحف لديها فيها صور يعني حتى رقمية. يعني أعتقد أن ما كتب عن ثورة العشرين لا سيما عن الوردي وعبد الرزاق الحسني وآخرين كتبوا الكثير عنها وبالتفصيل، وظني أنها أخذت حقها المستحق من الدراسة والبحث، وسواء على الجانب العسكري أو الفكري أو القبلي الاجتماعي حتى الشخصي، وبالتالي وحددت سير الأشخاص المشاركين فيها أو الذين شاركوا مع الاحتلال البريطاني من بعض العملاء والخونة، من سواء كانوا من شيوخ عشائر أو من أشخاص عاديين. بالتالي أعتقد أن هذه الثورة وهي ثورة حقيقية بكامل أبعادها الفكرية والعسكرية والاجتماعية أخذت حقها من البحث والدراسة، وربما يكون الجانب الاجتماعي والوطني والفكري، يعني لا ننسى هنا الجانب الفكري فقط أن أشير عليه، الجانب الفكري ليس هناك مرجعيات فكرية استندت إليها الثورة قبل انطلاقها. يعني إحنا نتحدث عن الثورة البلشفية مثلا في روسيا في الاتحاد السوفيتي السابق، طبعا روسيا كانت مستندة للفكر الشيوعي، لكن هذه الثورة الثورة العراقية الكبرى في حزيران 20 لم تستند إلى مرجعية فكرية، مثل ما حضرتك قلت معظمهم كانوا أميين أصلا. نعم. القصة كانت عبارة عن هاجس وطني. نعم. انتفاضة وطنية. نعم كان هناك كتابات صحفية، كان هناك بعض المفكرين أو على الأقل بعض الشعراء يدعون لذلك مثل البصير وسواء، وكان رجال الدين المنبر، ويجب أن لا ننسى هنا يعني حتى نميز بين رجال الدين الآن والسابق. حقيقة رجال الدين أو كثير منهم كان لهم دور مهم في اندلاع الثورة في النجف وكربلاء، ولا سيما آية الله الشيرازي، محمد تقي الشيرازي الذي كان في حين هو المرجع الأكبر وكان مقر في كربلاء وليس النجف. نعم. هو الذي أفتى بالجهاد يعني، وهذه كانت حد فاصل ونقطة أساسية وحاسمة في تجيع العشائر الشيعية. نعم. في جنوب العراق على الثورة، ولذلك كان تدخل رجال الدين عنصر أساسي وجوهري، في حين أن آية الله اليزدي الذي سبق الشيرازي وتوفي في عام 19 تعاون مع الاحتلال البريطاني وسمح بإعدام حتى المقاومين من النجف في أبواب النجف، عدوهم البريطانيين بموافقة منه، وبالتالي كان متواطئ ومتماهي. حتى جاء الشيرازي بعده فكان. نعم. هناك التحول الكبير في مسار الثورة. نعم. أشكرك دكتور. العراق في عام 20 يعيش الآن نفس الظروف التي عاشها في العام 20، هذه الظروف والتراكمات التي أدت إلى اندلاع ثورة العام 20 التي نحن الآن بصدد النقاش في ذكراها المئوية الأولى. الآن أيضا بعد 100 سنة تقريبا العراق يعيش نفس الظروف من غزو واحتلال أجنبي والاحتلال الأمريكي ومشروع سياسي أدى وأنتج كل هذا الانحطاط العام في العراق، وبالتالي فجر ثورة جديدة هي ثورة تشرين المستمرة التي تفجرت في الأول من تشرين أول الماضي، وسبقتها أيضا حركات شعبية وطنية مسلحة وسلمية، السلمية ثورة 25 شباط، ثورة في البصرة، ثورة الكهرباء عام 2018، وصولا إلى
ثورة تشرين المستمرة. نشاهد هذا التقرير عن تشابه الظروف والنتائج في عراق عام 1920 وعراق عام 2020. لا يعيد التاريخ نفسه، بل يستعيد أحداثه بألوان وأشكال جديدة مع ثبات جوهر المضمون: نضال الشعوب ضد الظلم والاستبداد. العاكفون الآن في ساحات الحرية في العراق يستنسخون مشاهد حدثت قبل 100 عام تماماً. جموع تنادي بالحرية ومستعمر يقمعهم بالرصاص. غاب المستعمر الآن خلف الستارة وجسدت دوره أدواته ومرتزقته في مسرحية واقعية تحمل المأساة والملهاة في آن واحد. على خطى الأجداد يسير الأحفاد، وما بين ثورة 20 التي شهدها العراق ضد الاحتلال البريطاني وثورة 20 مئة عام لم تتسنى فيها مياه التوق إلى الحرية والاستقلال. 100 عام لم تكن سوى ومضة عاش العراقيون قليلها بالراحة والسعادة وكثيرها بالعناء والمكابدة، حتى جاء غزو عام 2003 والعراقيون لما يلتقطوا أنفاسهم وينتهوا من ترميم ما خلفه الاحتلال الأول. مقاومة مسلحة ثم انتفاضات شعبية متتالية شكلت بركانا. كان شهر تشرين الأول عام 2019 موعدا انفجاره بثورة مكتملة الملامح واضحة المفاهيم عميقة الهدف. أول ذكرى لثورة 20 يحييها ثوار تشرين مجسدين بتظاهراتهم تلك الحقبة المهمة من عمر العراق، عندما انتفض أبناؤه بجميع طوائفهم ضد الاحتلال الإنجليزي وأعاقوا مخططات تقسيم أكبر كانت ستتم لولا ثورة 20. للأسباب القديمة ذاتها وزيادة ثار العراقيون اليوم، وإن كانت مهمتهم الحالية أكثر أهمية وحرجا، وما أشبه اليوم بالأمس ليتوافق يومهم المشهود مع يوم أجدادهم وهم ينتفضون ضد الاحتلال البريطاني في ثورة 20. وينستون تشرشل عاد بنسخ عديدة وألوان مختلفة، والاحتلال تجذر حتى حاصر أحلام العراقيين وتغلغل في كل يومياتهم، لكن الشعب لم يتغير لأن هدفه لا يتغير. دكتور عبد السلام الطائف في ستوكهولم، قائد الحملة البريطانية لاحتلال العراق الجنرال مود قال: جئناكم أو جئنا إلى العراق محررين لا فاتحين، هذا في العام 1917. الأمريكيون أيضا في عام 2003 قالوا: جئناكم محررين من الاستبدادية والديكتاتورية بعد 100 عام، أيضا نفس الطروحات البريطانية والأمريكية، لكن لم يتحقق شيء من هذا التحرير من هذه الديمقراطية التي وعد بها، سواء التي وعد بها البريطانيون عام 20 أو الأمريكيون عام 2003. أليست مفارقة نفس الطروحات ونفس النتائج انتهينا إليها؟ نعم، إنها مفارقة ومغالطة للتاريخ، وهي كذبة. وهذه الكذبة، كذبة الجنرال مود، الحقيقة لا تختلف عن كذبة ما يسمى بصدور قانون تحرير العراق قبل احتلاله عام 2003، فكلاهما مجرد كذبة كان هدفها تدمير العراق واحتلاله ونهب خيراته. هذه المقولة وقانون تدمير العراق الحقيقة كانت كذبة لادعائهم أو لزعمهم الكاذب بأن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل، وظهر عدم صحة ذلك. وكذلك ادعوا بأنهم جاءوا لتحقيق الديمقراطية والانتخابات التي اعترفت بها المنظمات الدولية بأنها انتخابات مزورة، جاءوا لغرض تخليص الشعب العراقي من النظام الاستبدادي. 80% من الشعب العراقي قاطعوا الانتخابات، المحاصصة والإبادة الجماعية في الموصل وفي الفلوجة وفي ديالى والبصرة والناصرية وجميع مدن العراق والطارمية والمشاهدة وجرف الصخر وغيرها من المدن. هذه كذبة قالوها للتحرير
لكن الحقيقة هم جاءوا لغرض التدمير. من يقتل على الهوية هو مدمر وليس محرم، من يقتل المتظاهرين الشباب الأطفال هو مدمر وليس محرم. فهذه المقولة الكذبة مع قانون تدمير أو تحرير ما يسموه تحرير العراق، واجهها شباب وشعب العراق بالاعتصامات بالأنبار والحويجة والفرات الأوسط، مقدمين أكثر من 800 شهيد وأكثر من 30,000 جريح. نعم دكتور رافع الفلاحي، الأحزاب الطائفية والميليشيات التي كانت جزء من مشروع الغزو والاحتلال الأمريكي عام 2003 والتي تحظى بالدعم الأمريكي لحد الآن من 2003 إلى اليوم، أيضا تحاول التشبث بإيجاد وصل مع ثورة العشرين، وأن دورها الآن كأنه طبعا تسوق مكمل لدور ثورة العشرين، أنها أيضا هذه الميليشيات فصائل أو حركات تحرر تقدم نفسها ومقاومة نبراسها أو أسوته هو ثورة العشرين. لماذا هذا الحرص من هذه الأحزاب الطائفية على إيجاد وصل ما وحبل بينها وبين ثورة العشرين؟ أولا ربما لتشويه تاريخ العراقيين، هذه بالتأكيد تشويه تاريخ العراقيين، تاريخ ثوراتهم وتاريخ انتفاضاتهم وتاريخ حتى المسميات الكبيرة كالمقاومة. هذه الحقيقة، لا جسر ولا طريق يربطهم مع ثورة العشرين ولا مع المقاومة أبدا. مثلما كانت في عام 1920 هناك قوى، هناك أشخاص، هناك عشائر. دكتور الآن ميليشيا باسم ميليشيا، يعني ثورة العشرين الثانية، تظاهرات الميليشيات عند السفارة الأمريكية سميت بثورة العشرين الثانية. هذه كذبة كبيرة، هذا التمثل بهذا التاريخ، تشويه لهذا التاريخ الحقيقة، ومحاولة لمصادرة تاريخ العراق. الآن كم شوه هذا التاريخ منذ عام 2003 لحد الآن؟ هناك الكثير من القضايا التي شوهت ويحاولون تشويهها، لكن هذا لا ينطلي على أحد. يعني الحقيقة هذه الكذبة، يعني من يدعي المقاومة لا يمكن أن يكون مقاوم وهو يعني نشأ وكبر وتسلح وتدرب تحت المظلة الأمريكية وقاتل مع قوات الاحتلال، وبالتالي يقول نحن مقاومة للاحتلال. كيف تقاوم الاحتلال وأنت نشأت بإرادة المحتل وتحت مظلة المحتل وقاتلت مع المحتل في مواقع كثيرة، وكنت تتسلح بسلاح المحتل وتسنده في كل وكان يسندك في كل غزواته، وترك لك المجال لتعبث بالبلد بهذه الطريقة، فلا لك علاقة مع المقاومة. المقاومة معروفة ومعروف أهدافها ومعروف ناسها ومعروف فصائلها ومعروف من قاوم ولماذا قاوم. هذه قضية لا يمكن قبولها. يعني أما الآن يعني مثل ما الذي يتحدثون يعني باسم الدين وهم ليس لهم علاقة بالدين نهائيا، هذه نعم. نفس القضية نعم. ما هم بالتالي هذه القوى الشاذة تريد أن تشوه كل شيء، تريد أن تشوه التاريخ، تريد أن تشوه القيم المجتمعية، بالتالي لكي يسقط البلد سقوطا كبيرا، ويستطيعون، وهذه جزء من الفوضى اللي ولدوها، ويستطيعون أن يسيطروا عليه. بالتالي يتحدثون عن تاريخ مزور، يتحدثون عن مقاومة مزورة لا وجود لها، يتحدثون عن قيم دينية غير موجودة، وهكذا. هم يريدون هذا الإطار الخرب الذي يؤمنون به، يريدون أن يعمموه على كل العراقيين، وهذا التاريخ الذي يصنعونه يعتقدون أن أهل العراق سيصدقونه ويكون هو تاريخهم وهو مثالهم. هذا مثال سيء، مثال خرب، مثال لا يمكن الاعتماد عليه في كل شيء إلا في الخراب والدمار. هذه هي الحقيقة. نعم دكتور لقاء مكي، ما دام العراق يعيش نفس اللحظة التاريخية اللي عاشها عام 1920 18 مع الاحتلال البريطاني، هل تعتقد أن العراق بحاجة إلى ثورة شعبية، ثورة شبيهة بثورة العشرين بنفس زخمها عنفوانها وفق نفس أسسها وثوابتها الوطنية اليوم؟ نعم، هي طبعا أكيد العراق محتاج لثورة، لأنه الآن في وضع ربما هو أسوأ من ما كان عليه قبل ثورة العشرين عام قبل 100 سنة، لأنه على الأقل على الصعيد الاجتماعي والتفسخ الدولة وانهيارها من الداخل عميق وخطير. لكن الثورات لا تأتي من خلال الأمنيات حقيقة،
هناك ثورة الآن تجري في العراق، هي ثورة 20 كما أشرتم، ولكن لا شيء يعادي ثورة 20 في نضجها وفي زخمها وحركتها السريعة، والحقيقة العوامل التي أدت إلى أن تكون بالشكل الذي كانت عليه. حقيقة أعتقد أن الثورة لا تحصل بالأمنيات كما تعرفون، ولم ينضج لها العوامل لن تحصل. ثورة 20 كان فيها عدة أركان، من بينها الركن العسكري، لأن الاحتلال كان عسكريا، والعشائر لا تعرف أن تتكلم بلغة السياسة كما تعرفون، تكلمت باللغة التي تفهمها. ونعم فارق السلاح كان كبير، لكنهم تمكنوا من أن يغنموا أسلحة كبيرة منهم كما في الرارنجية. وطبعا الاحتلال استخدم الطائرات والأسلحة الحديثة في حينه وقتل عدد كبير من الثوار. لكن علينا أن نفهم أن هذا الترابط ما بين العسكري والسياسي والفكري والاجتماعي، هذا أدى إلى أن تكون الثورة ثورة وأن يكون لها هذه النجاحات وهذا الزخم. وفي حينها كان الأمر يحتمل ذلك، يعني قبل 100 سنة هذا النمط من الثورات كان محتملا ويعني لديه فيه نتائج. اليوم أعتقد هذا الأمر عسير، يعني إحنا في بعد الاحتلال كان هناك مقاومة مسلحة لكنها لم تتوافق أو تترافق مع زخم فكري واجتماعي وسياسي بنفس المستوى حقيقة. وهذا اللي واحد من الأسباب اللي نحن يعني ربما المقاومة تحتاج إلى المقاومة العراقية الباسلة في عملية كتابتها، إعادة كتابة تاريخها، يجب أن نذكر هذا. لم يكن هناك يعني مواكبة فكرية واجتماعية وسياسية للثورة أو للمقاومة كي تتحول إلى ثورة ضد الاحتلال. اليوم احنا أمام ثورة تشرين، لكنها ثورة هادئة ساكنة ويتعامل معها مراكز القوى والدولة والميليشيات والمنتفعين بطريقة القسر والاحتيال، ولذلك تم امتصاص الكثير من زخمها حقيقة. يعني يجب أن نعترف بأننا أمام مشهد طويل، ثورة مستمرة من بداية أكتوبر ولليوم بداية تشرين أول، يعني فترة طويلة 8 شهور، وبالتأكيد يصير فيها اختلالات مع جائحة كورونا. بالتالي أعتقد أن زخم الثورة ثورة تشرين لم يكن بنفس مستوى زخم ثورة 20، وبالتالي لا يمكن أن نرسم عليها آمال كما حققت تلك الثورة المجيدة. وأظن أن ربما يحصل شيء مقارب الثورة 20، ولكن في الوقت الذي تنضج فيه معالم الثورة وضروراتها، لأنه الثورات تنضج وتتحقق أو تحصل حينما تكون الظروف مواتية بدون إعداد وتهيئة. بالمناسبة يعني الأشياء تنضج وتتحقق، ولذلك كثير من الثورات في العالم في التاريخ فشلت لأنها جرت ووقعت خارج أو بعيدا أو قبل وقتها الحقيقي الذي يجب أن أو قبل أن تنضج فكرة الثورة في المجتمع وتتحقق على أرض الواقع. نعم دكتور عبد السلام الطائي، الظروف تقريبا متشابهة، ربما أسوأ كما يقول دكتور لقاء مكي الآن، والآن ثورة في الشوارع، ثورة تشرين التي قوبلت بالرصاص، 800 إلى 1000 طبعا شهيد، آلاف الجرحى. الطبقة السياسية أو قوى السلطة ماضية بنفس نهجها الذي سارت عليه من 2003 إلى اليوم. هل تعتقد أن مجريات الأمور ماضية إلى ثورة كبرى على غرار ثورة 20، ربما بشق مسلح حتى مع قوى السلطة مع الميليشيات التي تقابلها يوميا بالرصاص والخطف والاعتقال والتغييب القسري؟ نعم، هو الحقيقة دوام الحال من المحال. الشيء الحقيقة يعني أرى من الضروري التركيز عليه أنه ثورة الشباب حيرت التاريخ، أولا لسلميتها ولسمون الشباب الذين هم بأعمار الزهور، ثم أن أخطر وأهم حقيقة ما في الثورة الشبابية الحالية أنها انطلقت من المناطق التي كانت السلطة والمحتلين
يعولون عليها وهي المناطق الحقيقة الشيعية. هؤلاء الشباب ثاروا الحقيقة لأنهم ذاقوا الأمرين من المحتلين، ذاقوا الأمرين من استبداد الحكومة وطغيان المرجعية. هذا الشيء الحقيقة حدث أثناء الثورة الفرنسية. نعم. الثورة الفرنسية حصلت عندما عانى الشعب الفرنسي من طغيان الكنيسة واستبداد السلطة، ولذلك الشباب الثائر ذهب إلى حرق المقرات الحزبية، بدأ يهدد المرجعية، أسقط صنمية وقدسية المرجعية، أفشل النظرية الطائفية التي حاولوا زرعها بالشخصية العراقية لمدة أكثر من 17 عاماً، وهم لم يعيشوا أو يشهدوا، وقسم منهم حتى لم يولد في النظام السابق. هذا الجيل رفض الطائفية ورفع شعار المواطنة أريد وطن، رفع العالم، لأنه القيم الاجتماعية ثبت أنها أقوى من التنظيرات السياسية. ولذلك نأمل بأن ثورة الشباب هذه تستمر وبالتدريج، ولكن ليست بالضرورة أن تكون بنفس الطرق. الآن ثورة العشرين أصبحت هي جزء من مكنون ثورة الشباب، وبدأت تحقق إنجازات، أسقطت رئيس الوزراء، عطلت الكثير من المشاريع، أثبتت أن الشعب مصدر السلطة وأن القرار قرار شعب لا قرار سلطة. وشكرا. أشكرك دكتور رافع الفلاحي. ثورة العشرين كانت نقطة فاصلة في تاريخ العراق الحديث، خاصة أيضا بشقها العسكري الذي قابل قوات الاحتلال البريطانية. هل من الضروري أن يكون هناك شق عسكري لثورة تشرين لمجابهة أيضا القوة الأعظم في العالم، هذا المشروع، هذه العملية السياسية المدعومة أمريكيا وإيرانيا بالميليشيات المدججة بالسلاح، أم أنه العامل السلمي والأخلاقي سيكون ربما له أثر كبير في هذه المواجهة؟ بالتأكيد نحن يعني نتحدث عن ثورة حدثت قبل 100 عام. نعم. بعد 100 عام تطور الفكري والاجتماعي طريقة أخرى، لكن مع ذلك يعني أنت تتحدث عن جوانب متشابهة بالثورتين، ثورة تشرين وثورة العشرين. ستجد أن ثورة العشرين بدأت بتظاهرات بجانب سياسي، بجانب تعبوي، تظاهرات في بغداد والتظاهرات في كثير من الأماكن كانت تدعو إلى الثورة، منابر تدعو إلى، وهذا ما حصل في ثورة تشرين وما يحصل الآن. هناك تظاهرات، هناك رفض، وأوضاع مزرية كانت في العراق وكانت والآن، يعني في ثورة العشرين وقبل ثورة العشرين والآن، أوضاع مزرية وربما الآن أكثر يعني أكثر كارثية مما كانت عليه سابقا. هذه الأوضاع المتشابهة والمعاناة الكبيرة تخلق من الشعب ثورات كثيرة، وتخرج من رحم المعاناة تخرج هذه الثورات. يعني قد يحتاج، أنا لا أعرف، يعني لا أدعو إلى العنف ولا أدعو إلى السلاح، لكن هذه هي الثورات، مصير الثورات تواجه بالسلاح، وربما يضطر الشعب إلى أن يستخدم السلاح لتحقيق ثورته. أنت لا تعرف يعني مسيرة الثورات كيف تتحقق. يعني عندما اندلعت ثورة العشرين قبل اندلاعها لم تكن تتوقع أنه الثورة ستواجه يعني ستقوم بالسلاح، لكنها هكذا مضت، وهكذا بالنسبة للثورات كثيرة. لكن ربما علي أيضا أن أعقب على ما تحدثنا عليه قبل قليل عن يعني من يحاولون أن يزورون التاريخ، يربطون نفسهم بثورة العشرين. أنا أقول أنه كثير من الأسماء الموجودة بالدنيا لا تعبر عن جوهرها. يعني تجد شخصاً ما اسمه شجاع وهو أكبر جبان. نعم. تجد هناك من يسمي نفسه عصائب أهل الحق وهو ليس له علاقة بالحق، ويقتل ويظلم وهكذا بالنسبة للتسميات. لذلك من يسمون نفسهم بثورة العشرين هم الأبعد الثانية. عن ثورة العشرين ثورة العشرين الثانية. نعم. هذه مسميات يحاولون استحضار هذه المسميات لكي يغطوا على جرائمهم، لكي يغطوا على ما يفعلونه، لكي يزوروا التاريخ. هذه الحقيقة. لكن تبقى ثورة العشرين بعد 100 سنة تشكل علامة مضيئة، ثورة كبيرة في تاريخ العراق، في تاريخ شعوب المنطقة، نموذج يدرس حتى في يعني
في أحسن المدارس العالمية للتاريخ، يدرس كثورة تدرس. لذلك أنا قلت مو كل الثورات تذكر بالتاريخ، مو كل الثورات أشكرك. يستحضرها الشعوب، لكن ثورة العشرين واحدة من الثورات المهمة القليلة في العالم اللي يستحضرها الشعوب وتستحضر لقيمها لقدراتها لما فعلته لما غيرته. أشكرك دكتور. بهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام هذه الندوة الخاصة عن الذكرى المئوية الأولى لثورة العشرين، والتي كان معنا فيها كل من الدكتور رافع الفلاح الكاتب والباحث السياسي، وكان معنا من العاصمة الأردنية عمان عبر سكايب الدكتور محمد مظفر الأدهمي المؤرخ والأكاديمي العراقي، ومعنا كان من مدينة الإسماعيلية في مصر الدكتور محمد عبد الرحمن عريف الكاتب والباحث في تاريخ العلاقات الدولية، كانوا معنا في الساعة الأولى. وفي الساعة الثانية واصل معنا الدكتور رافع الفلاحي، وكان معنا أيضا الدكتور لقاء مكي الأكاديمي والباحث السياسي عبر الهاتف من العاصمة القطرية الدوحة، وكان معنا أستاذ مادة الاجتماع من العاصمة السويدية ستوكهولم عبر سكايب الدكتور عبد السلام الطائي. شكرا لهم جميعا، وشكرا لكم مشاهدين الكرام، وحتى نلتقي في ندوات خاصة أخرى في أمان الله.